خليني ابدا بدكتور احمد ثابت. ارقام بقى فريق المدرب تجريس اونال، هنتكلم عن ارقام المدير المدرب الفني لهذا الفريق. طبعا تجريس اونال هو بطل كونكاكاف، يمكن المدرب البرازيلي ريكاردو فيريتي ماسكهم من سنه 2010. ياه. من 2010 عنده 66 سنه. من 1 يوليو بالظبط 2010 لعبوا معاه 513 مباراه، قدامنا الارقام على الشاشه. كسب 270 مباراة بنسبة الفوز يعني 46.7 بس، هو طبعا على اربع مرات، اربع ولايات يعني. يعني زي مانويل جوزيه بالظبط. هو فعلا مانويل جوزيه، مانويل جوزيه اونال. تمام. اتعادل 154 مباراة، خسر 119، احرز اللعيبة احرزت 797 هدف بمعدل 1.5 هدف في المباراة الواحدة، استقبلوا 497 يعني بمعدل 9.0 يعني اقل من هدف في المباراه، وبيسجلوا اكتر من هدف يعني معدل هدف ونص. طريقه اللعب المفضله ليهم 4-4-2، الاثنين الارتكاز بيبقوا دبل 6. 4-4-2 الطريقه المفضله ليه للمدرب البرازيلي. كان دي الارقام بتاعه المدرب. احنا برضو عايزين برضو نضيف على المدرب يا احمد ان فيريتي مدير فني يا كابتن اسلام من سنه 1991، يعني بنتكلم على مدير فني في مجال التدريب بقاله 30 سنه، وبالتالي بنتكلم على مدير فني خبره كبيره جدا. وعدى بتجارب كتيره جدا، وبخلاف طبعا تجربته، انا بشبهه دايما بمانو جوزيه، بخلاف تجربته مع تيجريس، او كمان عنده انجاز مع منتخب المكسيك لما قادهم ل كاس الكونكاكاف في 2015، وبالتالي مدير فني جيد على مستوى المنتخبات، ومدير فني اكثر من رائع على مستوى الانديه طبعا. وكمان كسب معاهم الدوري 5 مرات، 4 الابرتوره، هما بيلعبوا هناك الدوري لقبين، لقب الابرتوره وكلاجورا. الابرتوره ده الذهاب، والاياب بيبقى كل يعني دور ليه درع. هو خد الابرتوره الذهاب 4 مرات، وخد الكلاجورا خده مره واحده.